بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم على التاسك 3 بي 6 ريتيك اساينمنت 2 انتربريتز ذا بروبرتيز اوف ابوري يوزد ان تاسك 1 ليست ديستانس اريا. ده معناه ان انا هعمل مواصفات الخاصه او الخصائص الخاصه بالبقره. فاحنا لو بصينا هنا هنلاقي في هنا بقره، البقره دي لما اجي اعمل عليها حاجه اسمها زد انتر دبليو انتر زوم ويندو، اعمل زوم على البقره فقط، الشغل كله على البقره. انا عندي طريقتين، الطريقه اسمها يوتيلتيز، القايمه دي ان انا اعمل منها الايه الحاجه اللي اسمها ديستانس وريديوس واريا وانجل، انجل واريا. الطريقه التانيه من قايمه اسمها تولز، قايمه يعني التولز القوائم دي، انا ممكن اقول هايد وادوس هنا شو منيو بار، يعني اللي هو شريط القوائم ابينه او اخفيه. هو باين في قائمه اسمها تولز، قائمه اسمها تولز هنا تولز، يعني في قائمه اسمها فايل ايديت 1 2 3 4 5 سادس واحده تولز. لما بدوس عليها بيطلع لي حاجه اسمها قائمه باخد منها انكوير، من انكويري بختار الحاجات اللي على اليمين اللي هي ديستا، وعملت عليها برنت سكرين ودخلت على البينت رسام او البيست. فانا هنا هيبان عندي لو انا عامل كده زي ايه، اقول كات فايل نيو دونت سيف بيست، دي اللي القايمه انا جبتها منين، تولز انكويري مثلا ديستانس. يعني انا لو عملت كده تولز وبعدين انكويري، طب كلمه تولز انا ممكن اكتبها بايدي بقى هنا الاول، ان انا جايب حاجه اسمها تولز، تولز يبقى من قائمة اسمها تولز. يعني عايز اوضح ان انا ايه عايز تولز. طب وانا بقى عامل تولز كده ممكن اعمل عليها كده ابين ان انا جبت تولز وبعد تولز انكوير وبعد انكوير اخترت حاجة من الحاجات اللي هنا اللي هي موجودة في القائمة دي، القائمة الجانبية دي اخترتهم بقى، مرة ديستانس مرة راديوس مرة انجل اريا فوليوم الى اخره ليست. فانا هعمل ايه بقى، هاجي ان انا في الريبورت، انا بفتح ريبورت انا ايه ببص فيه كده هلاقي ان القوائم اللي موجوده هنا في الصوره دي اولها ديستانس ريديوس، ديستانس ريديوس. فانا ممكن اكتب هنا كلمه ديستانس او اقول ابتدي واحد او ايه او اي ترقيم، ممكن واحد يقول اي بي اكتب ديستانس. وبعد الديستانس احنا هنحتاج ايه، ابص على القايمة اللي هنا radius، وبعديها ابص كده على الترقيم بعد radius في angle. بعد الانجل في عندي هلاقي هاد في اريا، بعد الاريا هبص فيه كده هنا الاريا، بعديها ليست. الحاجات اللي انا محتاجها ليست، خمس حاجات ليست. طيب انا في كل واحد يعني دوم كده انا هعملهم كما لو كان لون اندرلاين بولد، اكبر الفونت شويه، باجي في نهايه كل واحده انتر وباك سبيس واقول ان انا بختار مثلا الحاجه اللي انا بختارها تولز شرطه ان كويري وبعدين اختار ليست مثلا ديستانس. يبقى ديستانس طبعا الحتة دي انا عايز اخليها مثلا اللون اسود، عايزها مش بولد، عايزها 14 كده، اختار ايه كوبي واجي في اللي بعديها انتر كنترول في، وهنا كلمة 3 دي
and decency غاياها بريديوس. بعد كده انا بعمل، انا بكتب الخطوات بكتبهم في كلهم في وقت واحد يعتبر يعني. وهنا اعمل كده هنا اند ديستانس، دي هخليها انجل اللي هي خطوات الوصول للامر بكتبها. كنترول في اند الديستانس دي غيرها اريا وهكذا. يعني انا بكتب نفس الخطوات بس بعمل ايه، الاخيره هتبقى ايه تولز انكويري ليست. يبقى انا كده حددت الحاجه اللي انا عايزها. طب لو حبيت ايه احط ده في صوره سوا، يعني انا حددت في كله الخمس نقط ايه الحاجه، هي تولز انكويري النقطه، النقطه واحد ديستانس، اتنين مثلا راديوس، وهكذا. الصور بقى المرتبطه بالكلام ده البينت ده هبتدي اعمل فيه ايه، هعمل كنترول زد كده، هعمل كده مستطيل مثلا عندي كلمة ديستانس اللي هو أول واحدة، وأعمل سيلكت على الحتة اللي فيها ديستانس بس كوبي، وأجي هنا عند أول واحدة ديستانس أحط كنترول في بعدين انتر. يبقى أنا حطيت تول ديست. طيب أنا أخش بقى على الرسمة اللي بعديها، اللي بعديها ريديوس، أخش على البرنامج بيند ده كنترول زد، وأجي أعمل مستطيل اوضح ان انا هخش على النقطة اللي اسمها radius، واعمل select على الحتة اللي اعمل لها كوبي، واجي هنا في radius control V وبعدين enter. يبقى انا حطيت ايه radius مع radius صورة يعني. وهنا الانجل دي بقى انا هاجي هنا عند الانجل، هاجي هنا في البليند control Z هعمل مستطيل عندي الانجل، واعمل سيلكت على الصورة اللي فيها الانجل، واجي في البرنامج اعمل كنترول في يعني بيست انت. طبعا كلمة اربعة دي ممكن اشيلها، اربعة اند انتر، عشان بعد كده انزل تحت كلمة اريا ابص على صورة بينت، انا هعمل كنترول زد يعني اندو للمستطيل، اخر مستطيل اللي انا عامله لو انا عايز الاريا مثلا، واعمل سيلكت على الحته اللي فيها الاريا، الخطوات اللي وصلت بيها للامر اريا، هقول كنترول في اند. بعد الاريا في بقى اخر واحده اللي هي ليست، اجي هنا على البينت كنترول زد احط مستطيل على كلمه ليست، واعمل سيلكت الحته اللي فيها الليست. يبقى انا كده بشرح الاوامر والخطوات، وصلت للامر ازاي، ودعمت الوصول ده بالكلام ده بصوره، الصوره بتوضح طبعا. انا هبتدي افتح بقى، بناخد بالي من ان السؤال بقى سؤال ايه في اوله، لما اجي ابص فوق في السؤال بيقول لي ايه عايز بولي. طب انا ممكن اعمل بروبرتيز لاي حاجه، بس انا عايز هنا في الحاله دي البولي بس، يبقى انا اخش على البولي اعمل بروبرتيز. اول حاجه ديستانس، لو انا عملت زوم وهعمل حاجه اسمها تولز ديستانس، ممكن اعملها من هنا من قائمه على اليمين يوتيليتيز ميجر اللي هي ديستانس، هختار كليك على النقطه الاولى، كليك على النقطه الثانيه، قال لي ان الديستانس 3 مللي، هعمل برنت سكرين زرار الكيبورد، واجي على برنامج الرسام فايل نيو، مش عايز احفظها، انا خدت الصورة اللي انا عايزها، واعمل هنا سيلكت للايه للمساحة اللي انا عايزها اللي فيها كلمة ديستانس 3 مللي كوبي الحتة اللي انا خدتها يعني، وابتدي اعمل هنا ديستانس. طبعا الديستانس ممكن اعمل اي مسافة 3 6 زي ما تطلع، وهكتب هنا الخطوة الاولى، هقول ايه select FIRST point
بعدين اتنين select second point، وبعدين احط الصورة اللي هي بتاعت الصورة. طيب كلمة select واحد واتنين دي كده انا مش عايزها، عايزها اسود، مش عايزها underline، مش عايزها بولد، عايزها 14، وعايز ايه امسح دي كده واعمل اتنين زد. يبقى انا عملت الخطوات، ان انا خطرت النقطة الاولى، طلعت النقطة الأولى. بعدين المفروض بعديها كلمة انتر، وكلمة انتر دي هقول 3. طيب تعالى بقى نبص على، يعني انا لما اخترت الامر مرة تانية اهو من ميجر ديستانس، كليك النقطة الاولى، كليك النقطة التانية، هو كتب على طول بدون انتر، يبقى مش محتاج انتر، يبقى همسح كلمة انتر، يبقى انا مش محتاج في الامر ده انتر، في امر اخرى محتاج فيها انتر. ننزل بقى على الحاجة اللي بعديها اللي هي اتنين دي، مش عايزها radius. وانا ماشي كده بقى اشوف كده radius، انا هختار اي حاجة فيها اي دايرة من الدوائر دي، ادي 1 2 3 4، في عندي 4 دوائر، فانا بختار من هنا tools inquiry واختار مثلا radius، او من هنا من على اليمين اختار radius واختار اي دايره منهم، كليك واعمل برنت سكرين. طبعا مكتوب ايه 56، الدايره كبيره 56، نصها نص قطرها 56. واجي عند الرسام بيست، واجي اخد السلكت الحته اللي انا عايزها دي اللي انا بقيس فيها radius، كوبي، لا كنترول زد، اعمل سلكت تاني كوبي، واخدها على الرسمة بتاعتي، هقول select بقى هنا the circle، وبعدون control V، انا حدد select circle دي underline دي، خليها اسود وخليها مش بولد، وخليها اقل شوية في الفونت، خط عادي يعني، ان انا عملت select على الدايرة اللي هعمل عليها radius. طيب هنا بقى نيجي للاريا، الاريا بقى لازم 4 نقط. بص على الشكل ده، اختار فيه اسكيب كده عشان اخش على اريا، عايز 4 نقط. نفترض ان انا عايز من هنا اريا، او من هنا تولز، تولز انكويري زي ما احنا عملنا اريا، بختار النقطة الأولى من العداش، النقطة التانية عداش، النقطة التالتة عداش، النقطة الرابعة، ارجع للنقطة الاولى، نعمل نزوم عليها شوية عشان نختارها بدقة تاني، tools inquiry، لان انا ما كنتش بختار بدقة قوي، area اقرب منها كليك، التانية كليك، التالتة كليك، الرابعة كليك، الاولى كليك، انتر، اعمل برنت سكرين للحتة دي، بيقول لي ايه 120 ملم مربع، وابتدي في برنامج البينت، اخد سيلكت المساحه اللي انا خدتها دي كوبي، واجي هنا اختار، اكتب بقى ايه الخطوات اللي هي سيلكت فيرست 1 اس تي بوينت، بعدين 2 سيلكت 2 ان دي سكند بوينت، وبعدين سيلكت 3 ار دي سبيس معناها سيرت بوينت، بعدين ممكن اقول هوم كده، اقول 4 دي كانت 3 انت 4 سيلكت، بعد كده 4 TH اللي هي فورس يعني بوينت، بعد انت 5 سيلكت 1 ST يعني فيرست بوينت اجين. طبعا ايه النقطة الأخيرة، ان انا ادوس انتر،
انتر. بعدين بعدين هعمل كنترول في للحته اللي فيها الاريا، بنت الاريا ايه، وانا الامر ده خلصته. اجي اخش على الامر الاخير اللي هو ليست، هما خمس حاجات. ليست الاريا في صورة هنا هعمل لها كت، معمولة مرتين. انجل اريا 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 انجل دي انجل. يظهر ان انا الصور الاريا بيست دي اريا. المفروض خطوة ليست، الخطوة المفروض في صورتين، يعني الصورة دي بتاعت انجل اي، كليك يمين كات، اطلع بقى في الانجل من فوق من فوق من فوق من فوق من فوق الانجل، انتر باك سبيس كنترول في، انزل تحت كده بقى تونز انكوير انجل، ده اللي هي فيس بوينت ومعرفش ايه، مع الحتة اللي بعديها دي كنترول مع دي تقريبا تبع اريا، يعني محطوطة في ترتيب مش مضمون. طب من اول هنا، من اول هنا لغاية هنا، نقول قط الاريا هنا طول في اند ده الخطوات بتاع. لا المفروض دي المفروض دي هنا ادى مسلسل البرنامج غير اللي انا عايزه، فانا بظبطه. طيب هنا الصورة بقى اللي فوق بتاعت الاريا هحطها، انا بنسخ الرسم مش اكتر، كات المفروض الصورة بتاعت الاريا هحطها بعد اللي قبل الليست اللي هي هنا، يبقى كده ده الاريا محطوطة صح الصورة بتاعتها. لما اجي اراجع كده الصورة دي بتاعت اريا، وهنا الصورة دي انجل، اعمل لها كات تحط في اول الانجل، اطلع فوق radius دي radius دي angle تتحط بعد دي control v بعد كده هو في ناقص الانجل والليست. لو حبينا نعمل الانجل الاول اهي انجل انجل اهي، والصورة بتاعت الانجل المفروض نبقى هنا control s، هنعمل الانجل الاول ان انا escape. انا عايز انجل ما بين خط راسي وافقي مثلا، الخط الاحمر الافقي والخط الاحمر الراسي مثلا، عايز اعرف الانجل بتاعه. تولز انكويري انجل، او من هنا اختار انجل، كلمه انجل من ميجر او انكوير انجل، واختار كليك على الخط الاول اختاره، وبعدين كليك على الخط الثاني. هو كتب لي زاويه 90 برنت سكرين، احطها في رسام بيست، واعمل سيلكت على الحته اللي فيها القراءه دي اللي هي بما فيهم الكلام المكتوب، كوبي، واجي هنا في الوورد واكتب الخطوات. اول خطوه هعمل ايه، سيلكت اف اي ار فيرست اللي هو لاين، وبعدين اتنين select second line، وبعدين احط الصورة بتاعت الانجل اللي هي باينة فيها انها 90 درجة. الكلام ده بقى غير في الفونت بتاعه، انا عايزه اسود ومش اندرلاين، والبولد الغيه، وانا اصغر الفولت اخليه فونت عادي يعني. ادي الانجل، ناقص اخر حاجة بقى اللي هي الليست اللي هي هنا. في الليست هلاقي ان دي صورة بعد الليست،
ان انا هكتب كده ايه select the مثلا circle. circle انا بختار دايرة مثلا واعمل لها حاجة اسمها ايه وبعدين اشوف هنا بقى هعملها ازاي. هعمل escape واجي على احد الدوائر الصغيرة مثلا عشان تبان tools inquiry واختار حاجة اسمها list. الليست بقى مش هتلاقيها هنا، لو شفتها في القائمة دي ما فيهاش ليست، انا لازم اجيبها من هنا بقى الليست من tools inquiry inquiry واختار ايه الليست، اختار اي دايرة فيهم ولتكن الدايرة الاصغر واحدة اللي هي قطرها 24، وبعدين لازم ادوس انتر اعمل بينت سكرين. اجي هنا في البينت فايل نيو والبيست وابتدي اعمل سيلكت المنطقة اللي انا عايزها وباين فيها ابعاد يعني برضو كوبي، واجي هنا واقول ايه انتر، يعني انا هدوس انتر بعدين كنترول في الصورة. يبقى انا هنا انتر يعني سيلكت دي هخليها زي انها واحد والانتر دي هخليها اتنين، وطبعا اعمل حاجة اسمها باتش بروبرتيز اللي فوق اخلي ده زي ده نفس الفونت. يبقى انا كده خلصت الايه البي 6. البي 6 دي طبعا هزيفها بي دي اف طبعا واحطها في الملف بتاعي من ضمن الملفات اللي هبعتها. ان انا عندي فوق ريبورت اهو وفي اللوجو الجديد بتاع المجمع، وهنا الطالب بيشوف التخصص بتاعه الاولاني ولا التاني، يعني لو كهرباء هيعمل كليك دبل كليك على دي ويبتدي يختار اللون الاسود ان هو ايه مثلا ميكانيكال كنترول زد، او اختار التانية دبل كليك عليها واختار اسود ده مثلا الكتريكال حسب التخصص. طبعا بيكتب هنا اسمه وبيكتب التاريخ، احنا في شهر 5 تقريبا مش في 4، والجروب انت في سنة تانية كام، تانية فصل بتاعك يعني احنا في شهر 5 لان ده ريتيك مش في شهر 4. وبعدين اجي ابص تحت اشوف بقى ايه بي 4 اللي هي دايرة الهيدروليكية الجزء الاول منها، وبي 4 تاني دايرة الالكترونية بالجدول بتاعها طبعا دايرة ومع الجدول بتاعها، وبعدين نبتدي بي 6 اللي لسه كاتبينه دلوقتي لغاية النهاية. يبقى انا عملت كده بي ريبورت بتاع بي 4 وبي 6 مع بعض في ريبورت واحد في النموذج الوورد اللي معطى. بعدين نسيفه، ممكن نسيفه بصيغة بي دي اف، ان انا اخليه بي دي اف ملف. مع أطيب التمنيات بالتوفيق.